أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف في الكون الأهلي فوق الجميع. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث تعقد اللجنة العليا المنظمة لبطولتي إفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات بالنادي الأهلي برئاسة محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة اجتماعا مهما الخميس القادم لبحث آخر ترتيبات واستعدادات النادي لاستضافة البطولتين. ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع ما تم إنجازه من مراحل خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض خطة عمل اللجان الداخلية التي تم تشكيلها. كما تقدم اللجنة الهندسية خطة خاصة لتجهيز صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بالجزيرة. وفي الكرة الطائرة رجال، قال محمد مصلح المدير الفني لفريق النادي الأهلي للكرة الطائرة رجال أن الفريق قدم مباراة قوية أمام الزمالك أمس الأحد في نهائيات الدوري، وكان إصرار جميع اللاعبين واضحا لتحقيق الفوز. وأوضح أن الفريق حقق فوزا مهما على حساب منافس قوي ولديه عناصر مميزة، خاصة أن مستواه تغير بشكل كبير عن الموسم الماضي. وألمح مصلحي إلى أن الفريق بذل مجهودا بدنيا كبيرا واستفاد من العديد من الأوراق الفنية التي تم استخدامها خلال المباراة، وأن الفوز يمنح الفريق دفعة كبيرة في المرحلة القادمة. يخضع عبد اللطيف عثمان لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي لاختبار طبي لتحديد إمكانية لحقه بمباراة الفريق أمام طلائع الجيش ضمن منافسات نهائيات بطولة الدوري. ويعاني اللاعب من جزع في الكاحل، مما دفع الجهاز الفني لاستبعاده من مباراة الزمالك التي أقيمت أمس مع محاولة تجهيزه لمباراة طلائع الجيش التي تقام الأربعاء. وفي الكرة الطائرة سيدات، يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي اليوم الاثنين مع فريق هليوبلس ضمن منافسات بطولة الدوري. وتقام المباراة في 8 مساء على صالة النادي الأهلي بالجزيرة، ويسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة حمدي الصافي إلى الاستمرار في عروضه القوية وتحقيق الفوز للمنافسة على لقب البطولة. وكان الفريق قد وصل استعداداته الجادة خلال الفترة الأخيرة بعد خوضه عددا من المباريات الودية وحقق نتائج طيبة خلال الجولات الماضية. فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على فريق الغابة بنتيجة 66-55 في المباراة التي أقيمت على صالة الأهلي ضمن منافسات الدورة المجمعة النهائية لبطولة منطقة القاهرة. وللمزيد من التفاصيل حول أهداف الفريق في المرحلة المقبلة نتابع في التقرير التالي.
على المكسب وثلاثة بونت، لكن دي مش احسن حالاتنا بصراحه. مش راضي على الاداء اوفنسيفلي وديفنسيفلي، دفاعين وهجومين مش دي معدلاتنا ودي مش نسبنا الطبيعيه. يعني اول ماتش في الدوره المجمعه، جايين من ماتش الكاس، في لعيبه كتير لعبت وقت طويل في الملعب، مش دي اسباب ولا حاجه، لكن الحاجه الايجابيه الوحيده اللي في الجيم ان احنا الحمد لله شاركت سهيلة على فترات في الجيم عشان نجهزها ان شاء الله للماتشات اللي جايه. نفس الكلام الحمد لله نادين ياسر، الاشعه طلعت الحمد لله كويسه، فاخدت وقت النهارده قليل الى حد ما. دي الحاجه الايجابيه النهارده اللي يعني خارج بيها مبسوط من الجيم، هي رجوع سهيلة ورجوع نادين ياسر. ان شاء الله بنكمل واحده واحده، فاضل لنا رنا عبد الظاهر ان شاء الله تحاول تلحقنا ان شاء الله في اخر مباراتين. لعبنا على فترات كويس عشان يعني برضو اكون منصف، لعبنا على فترات كويس وفترات مش كويسين دفاعيا وهجوميا، فما يعني الحمد لله على المكسب، لكن عندنا احسن من كده وان شاء الله انا عندي ثقه فيهم كالعاده ان هم في الماتشات الكريتيكال اكتر او الماتشات الفاصله اكتر. النهارده الشمس النهارده كسب، فبكره مهم جدا ان احنا نكسب عشان نبقى ماشيين خطوه بخطوه متصدرين ان شاء الله. فان شاء الله اتمنى ان يكونوا بكره في حالتهم الطبيعيه ونسبهم ومعدلاتنا الطبيعيه في التاك. يعني بطوله القاهره احمد هي بطوله مصغره للدوره المجمعه في السوبر، الفرقه كلها قويه. الماتش الاولاني خلص في اخر 15 ثانيه، الجزيره وزهور، خلص 3 بونت في اخر تراي. الماتش الشمس وهليوبلس كان ماتش قوي جدا، باقي 3 دقايق ما كنتش عارف مين هيكسب. النهارده فرقه الغابه بحييهم، لعبوا جيم كبير، فريق محترم وجهاز محترم جدا لحد اخر الجيم. الجيم ماشي كلوز جيم، فلا هي بطوله قويه جدا والماتشات ما فيش ماتش سهل، بدليل الثلاث مباريات النهارده الثلاثه في الملعب. فربنا يكرمنا ان شاء الله بكره وبالبطوله الاول، وان شاء الله تبقى تحضير لدوري السوبر. الحمد لله احنا دلوقتي احنا في المعسكر، هنعمل بسرعه الريكفري على طول وهنعمل الاستشفاء بسرعه ان شاء الله. النهارده بس كان يعني اول يوم وراجعين من ماتش، فان شاء الله بكره يعني ان شاء الله اتمنى ان شاء الله يبقوا احسن ويأدوا بأداء طبيعي إن شاء الله. الماتش يعني كان طبيعي إن هو يبقى سهل وإحنا فرقنا في الأول وكده، بس إحنا تعبانين لسه خارجين من ماتشات كاس، وكانت الماتش كان كويس، ماتش الشمس ولعبناه بره ملعبنا، فكان الماتش جامد قوي، بس يعني ربنا ما وفقناش في الآخر، بس الحمد لله يعني. لا إن شاء الله هي منافسة أكيد صعبة، إحنا لازم نحترم أي فرقة، بس طبعًا إحنا يعني إن شاء الله هنعمل اللي علينا وإن شاء الله هي في ملعبنا. ان شاء الله بقى ناخد الثلاثيه باذن الله، نخلص بقى ما يعني بطولاتنا كلها واحنا بدون هزيمه باذن الله، وان شاء الله لو في اي حاجه يعني نعملها كويس بقى احسن ان شاء الله. هي صراحه غير متوقعه علشان الفرقه يعني احنا نعتبر اعلى منهم كمستوى ويعني فنيا وخبره اكتر منهم، عشان هم احنا كلنا يعني منتخب وهم يعني فيهم عناصر كويسه بس احنا اعلى منهم خبره. فطبعا احنا كنا متوقعين ان احنا يعني نكسب الماتش ونفرق من الاول، بس يعني قدر الله ما شاء فعل ازم شويه، بس الحمد لله ان هو خلص بفوزنا. طبعا احنا شفنا الاخطاء بتاعتنا في اول كوارترين كانت عامله ازاي، وحاولنا ان احنا نصلحها على قد ما نقدر، واللي كان مستعجل هدي شويه، واللي كان مش مركز قوي في الديفنس في الريباوند في الباسات بسرعه، يعني ركزنا في اخطائنا وعالجناها والحمد لله فرقنا بالسكور. كل سنه كنا بنبقى فرقتين احنا والجزيره مثلا، بس السنه دي يعني بصراحه الفرق كلها قويه، في احنا وشمس كويسين وهليوبلس كويسين جدا وجزيره طبعا، فالمنافسه تبقى قويه جدا.